بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل السيبج في السويل أو التصرف في التربة، والنهاردة هنتكلم عن السيرفيس تنشن، ده الجزء الثاني. الجزء الأولاني المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التطبيقات بتاعة سريان المية في التربة، وعرفنا أنواع المياه في السويل. النهاردة هنتكلم عن السيرفيس تنشن. طبعا السيرفيس تنشن زي ما أنت عارف او خدت في الفيزياء، لو انت جبت حتى كوباية مية بالشكل ده وحطيت فيها مية، ومعروف ان لو انت جبت حتة كوين ودي الكثافة بتاعتها اكبر من المية، ممكن ان انا لو حطيتها بحرص جدا ممكن احطها فوق المية من غير ما هي تغوص. طب ايه سبب؟ ايه اللي بيخلي ان المية ديت تقدر تشيل حاجة اكبر منها كثافه؟ ده بسبب السيرفيس ايه؟ تنشن. يعني السيرفيس تنشن اتس كونديشن وير ووتر سيرفيس از ان ا ستيت اوف تنشن انالوجس تو ايه؟ ثين فليكسبل ميمبرين سبجكتد تو تنشن ديو تو ذا سيرفيس مولكولار اتراكشن. يعني هو السبب الاساسي المولكولار اتراكشن في سبب السيرفيس تنشن. ايه المولكولار اتراكشن ديت او التجاذب الجزيئي؟ يعني لو انت عندك الجزيئات بتاعه التربه اهيت، الجزيئات ديت بيبقى عليها اتراكشن من كل جهة في الأعماق. لما بتيجي من فوق في عندك سيرفيس تنشن هنا بالشكل ده، شايف السيرفيس تنشن ده؟ السيرفيس تنشن دوت بيخلي السطح بتاعك دوت كما لو كان ممبرين، يعني كما لو كان شيء مطاطي ممكن أحط عليه الايه الكوين اللي احنا حطيناها دي. طبعا المعروف ان السيرفيس تنشن بتقل امتى؟ لما بتزيد درجة الايه الحرارة. يعني لو انت خليت الحراره ديت عاليه اكيد السيرفيس تنشن ده هيقل عندنا. طيب العلاقات بتاعتها ببساطه خالص جدا، انت لو تخيلت ان انت عندك كوره، والكوره ديت ليها جزئين هنا، واتخدت منها جزء صغير كده، وهنا ليه نص قطر ار واحد وجزء نص قطر هنا ار مين اتنين. فاحنا بنقول ايه؟ خلي بالك الكوره ديت عشان تتنفخ، يعني انا عندي كوره اهي، عشان تبقى منفوخه بالشكل دوت لازم يبقى فيه الاتي، لازم يبقى فيه فرق في الضغط ما بين داخل الكره وخارجها. لما يبقى فيه فرق ما بين الداخل وخارج الكره دوت، فايه اللي بيحصل؟ بيحصل شد في مين؟ في الممبرين بتاع مين؟ بتاع الكره. اهو نفس الفكره. طيب تعالى نتكلم الاول على الكره بعدين نبقى نطبق عندنا على الميه. فانت عندك مبدئيا فرق الضغط اللي هو الدلتا بي، ده فرق الضغط ما بين الداخل والخارج. لو انا عايز اخليه كفورس فبضربه في المسافه دي في المسافه دي عشان اجيب المساحه. لو انا عندي ده ار واحد والحته دي اسمها دلتا سيتا، فالمسافه دي عباره عن ار واحد دلتا سيتا واحد، والمسافه دي ار اتنين دلتا سيتا اتنين. يبقى الفورس اللي طالع لفوق دي عباره عن ايه؟ دلتا بي في ار اتنين في دلتا سيتا اتنين في ار واحد في دلتا سيتا واحد. طيب تعالى بقى، انت قلت لي هيحصل شد في مين؟ في الكرة او في سطح الكرة نفسه. قوة الشد ديت اللي هي عبارة عن في عندي تي هنا وتي هنا. طب ما تيجي نحللها، هنحللها القوة كده وقوة كده. طبعا القوة دي راحت مع القوة ديت، هي اللي بتشد الايه الكرة اللي بتشد الممبرين، لكن الكرة الحتة اللي تحت ديت هي اللي بتتزن مع مين؟ مع دلتا دي. فهنلاقي ان اتنين ليه اتنين؟ عشان في واحدة من الناحية دي وفي من الناحية دي. تي في دلتا سيتا اتنين في ار اتنين في ساين في ساين دلتا سيتا مين؟ واحد، عشان انا حللت، ما انا حللت القوة. زائد اتنين في تي في دلتا سيتا واحد ار واحد ساين دلتا سيتا اتنين على اتنين. طبعا لما سيتا ديت تبقى صغيرة جدا، ففي الحالة ساين دلتا سيتا على اتنين بتساوي دلتا سيتا على اتنين. يعني ممكن اقول ان الار واحد في ار اتنين في دلتا بي، ما خلاص بقى دلتا سيتا دي طارت، بتساوي مين؟ التي في ار2 زائد تي في ار1. لو خدت تي عامل مشترك يبقى دلتا بي بتساوي ايه؟ 1 على ار1 زائد 1 على ار2. وده اللي احنا بنقوله، ان انت عندك طالما في فرق في الضغط ما بين داخل وخارج الكوره فبيحصل الشد اللي هو السيرفيس تنشن. طبعا طب ده الكلام ده لو كان في ار1 وار2، يعني دي كوره مختلفه الاقطار، لكن غالبا الكوره بتبقى اقطارها كلها متساويه، يعني ار1 بتساوي ار مين؟ 2. يبقى دلتا بي بتساوي ايه؟ بتساوي 2 تي على ار. طب لو انا خليتها بالديامتر يبقى عبارة عن 4T على D، ودي المعادلة العامة بتاعتها. طيب تعالى بقى نتكلم لو في المية التي بتاعتي بكام؟ أو
قيمة الشد اللي بيحصل في المية، الشد السطحي دوت عبارة عن 75 داين على السنتيمتر، يعني بيساوي 75 في 10 أس ناقص 8 كيلو نيوتن على السنتي. وعندي لو عوضت بقى في القانون بتاعك هنا، يبقى دلتا بي بتساوي 2 تي على ار، يعني 4 تي على دي، يعني 4 في 75 في 10 أس ناقص 8 كيلو نيوتن على السنتيمتر على الدي، بس تبقى بالسنتيمتر، يعني بتساوي 300 في 10 أس ناقص 8. الخلاصة ان انا ممكن اقول ان الدلتا بي في الاخر بتساوي ايه القانون بتاعنا، بس الكلام ده مين؟ للمية مش لأي سائل تاني. 0.03 على الدي، بس الدي تبقى بالسنتي، ودلتا بي اللي هي عبارة عن مين؟ هي الفرق الضغط بكيلو نيوتن على المتر سكوير. يبقى اقدر اطلع قيمة الايه؟ الفرق الضغط لو انا عارف في الديامتر بتاع مين؟ بتاع الانبوبة او بتاع قطر الايه؟ القطر المؤثر للسويل. طيب دلوقتي ان شاء الله بندرس ليه احنا السيرفيس تنشن ديت؟ بندرسها عشان هندرس بعد شوية الكابيلري او المياه الشعرية، وهي اساسا شغلها يعني سببها السيرفيس تنشن. شكرا.